بسم الله. اليوم سوف أقوم بشرح أداة أو إضافة إلى جوجل كروم. هذه الإضافة تمكننا من منع أو حجب الإعلانات المزعجة التي نراها يوميا عبر المواقع والفيديوهات وإلى غير ذلك من الإعلانات، فهي تظهر كثيرا في المواقع وفي مثلا في اليوتيوب في الفيديوهات. إذن عبر هذه الأداة يمكنك التخلص من بعض هذه الإعلانات، فهذه الأداة فهي يمكنك تحميلها وتثبيتها أوتوماتيكيا على متصفح جوجل كروم، فهي تقوم بمنع جميع هذه الإعلانات. أنا لقد قمت بتثبيتها من قبل، هي أد بلوك. سوف أقوم بعمل بمسحها الآن. لقد قمت الآن بمسحها. إذن سوف نرى هذا الفيديو عندما سوف نقوم بعمل أكشواليزي. سيظهر لنا الإعلان كما ترون، هذا هو الإعلان الأول، يظهر لبضعة ثواني ثم يعطينا هنا نقوم بالتجاوز، ثم هذا الإعلان الموجود هنا. إذن سوف نقوم بالذهاب إلى جوجل والبحث، سوف نقوم بالبحث عن أد بلوك، أد بلوك بلس. سوف نقوم ببحث عن أد بلوك بلس جوجل كروم إكستنشن، ثم نقوم بالدخول إلى الموقع هنا أعلى. سوف تظهر لنا هذه الإضافة والذي الأداة كما ترون أد بلوك بلس، ثم نقوم بالضغط على أجوتي على جوجل كروم، ثم هنا أجوتي الإكستنشن. سوف يتم تثبيت هذه الإضافة في مكان المخصص للإكستنشن. إذن كما ترون هنا فهي قد تم تثبيتها هنا، أضغط هنا من أجل رؤيتها دائما. إذن الآن سوف أقوم بعمل أكتواليزي لهذا الفيديو فلن تظهر هذه الإعلانات كما ترون. نعم، لقد تم حجب هذه الإعلانات الموجودة هنا، وحتى الإعلان الموجود في اليمين تم حجبه، وكما ترون هنا فهو يظهر لنا رقم 9. إذا قمنا بالضغط هنا فهو يعطينا بأنه قد تم حجب 9 إعلانات هنا، وكما فهو يعمل أوتوماتيكيا مع جميع المواقع، سيتم حجب الإعلانات الموجودة بجميع المواقع. إذن إلى هنا هذا كل شيء بالنسبة لهذا الأداة، وإلى اللقاء إن شاء الله.